عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قوله كفر أو أشرك، إما أن يكون هذا شك من الراوي يقول لا أدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر هكذا، أو أنه قال من كفر من حلف بغير الله فقد كفر، أو أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي بمعنى الواو، فيكون المعنى من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هنا لابد من التنبيه إلى الإطلاقات الشرعية هذه في الكفر والشرك ونحوها، أنها على نوعين اثنين: الكفر والشرك والفسق والعصيان، كل هذه على نوعين اثنين، والنفاق كذلك. منها ما هو أكبر، وإذا قيل أكبر فإنه مخرج من الملة، سواء قيل نفاق أكبر أو قيل شرك أكبر أو قيل كفر أكبر، كل هذا يخرج من الملة والعياذ بالله. أما إذا قيل أصغر، كفر أصغر، شرك أصغر، نفاق أصغر، فلا شك أن في هذه الحالة أن الذي وقع فيه مسلم معدود من المسلمين بلا شك. لكن تسمية الشرع لهذا القول أو لهذا الفعل بالشرك أو بالكفر يدل على بشاعته، فيكون من المنكرات القبيحة جدا، ويكون له درجة من الوصول إلى درجة في العصيان لله عز وجل شديدة وقبيحة. لأجل ذلك أطلق الشارع عليه هذا الاسم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، قال وقتاله كفر، لأن القتال أشد من السباب، فجعل السباب فسوقا، أما القتال فجعله كفرا. وكل هذا كما تعلم كله كفر أصغر، قتال المسلمين فيما بينهم هو كفر أصغر. لكن لا شك أن إطلاق الشرع هذا يدل على قبح هذا الذي أطلق عليه، على قبح الذنب الذي أطلق عليه هذا. درجة عدد من المتأخرين على الزعم بأن الحلف بغير الله تعالى مكروه ولا يصل إلى حد الحرمة، ونسب بعضهم هذا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأخطأوا خطأ على هذا الإمام الجليل بالغا جدا، فالشافعي لا يقول هذا الكلام. وأول من قال هذا الكلام كما ذكر الرافعي وابن حجر من الشافعي، أول من قاله أبو المعالي الجويني، وجزم بأنه مكروه على مصطلح المتأخرين، أن المكروه ما لا يعاقب فاعله، ولا شك أن هذا غلط بين وأنه مخالف للنصوص، فإن الشرع حين أطلق عليه الشرك أو الكفر لا يمكن أن يطلق هذه الكلمة على أمر مكروه كراهة لا تصل إلى حد أن يؤاخذ عليها العبد. ولكن وهذا ينتبه له طالب العلم، تقريرات بعض المتأخرين سواء الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية أو المالكية من الغلط الكبير أن تنسب إلى الأئمة، فيقولون هذا مذهب الإمام الشافعي، لا هذا مذهب المتأخرين وليس مذهب الشافعي نفسه. الشافعي كلامه واضح في الأم رحمه الله تعالى، إذا راجعته وقفت عليه عرفت أنه لا يمكن أن يقول بأنه شرك، أن يقول إنه مكروه الكراهة التي درج عليها المتأخرون. النصوص الدالة على أن الحلف بغير الله تعالى يصل إلى التحريم كثيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا الإطلاق ليس منا شديد، ولا شك معلوم أن هذه العبارة بالغة، كقوله من غشنا فليس منا ونحو ذلك. من ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه كما في المصنف سابق ابن الزبير رضي الله عنهما، فسبقه ابن الزبير فقال ابن الزبير: سبقتك والكعبة. فقال له عمر: أرأيت حلفك بالكعبة؟ والله لو أعلم أنك فكرت فيها لضربتك. يقول هذه الكلمة درجت منك، نطقت بها خطأ، لكن والله لو أعلم أنك فكرت في هذه الكلمة حين نطقتها
لعاقبتك أو قال لضربتك. وبكى أحد السلف رضي الله عنهم فقيل له ما يبكيك؟ قال ألا تسمع هذا يحلف بالأمانة؟ سمع رجلا يحلف بالأمانة، يحلف بالأمانة، رجل من المسلمين يحلف بالأمانة هكذا بهذه السهولة، فبكى لقبح هذا الأمر وهو الحلف بغير الله عز وجل.